عمو يونس. شلونك بنتي؟ عمو والله أنا أحلف عن أبويا بالقرآن مستحيل يسوي هاي الشغلة. ويا روح عمو، أبويا رجال خايف والله، مستحيل يندق بأعراض الناس، وهو يحب روح مثل ما يحبني ويخاف عليها مثل ما يخاف علي. شلون تصدقون بي؟ شلون؟ أنا مثلك، ما مصدق أبوك يسويها، بس من ترك الفحص ونهزم خلاني بوضع صعب. أنا لا بس أعرف ليش انهزم إذا أنا وإنتي نقول عنه بريء. والله مثلك متخبلة وما تعرف شنو اللي يصير. بس وروح أمي أبويا مستحيل يسوي هاي الشغلة. أبويا يحب هالروح ويخاف عليها ومستحيل يمد إيده عليها عمو. مستحيل يخون الثقة والعشرة اللي ببيناتكم. وهو أصلاً قال راح أروح للفحص، يعني لو مسويها ما كان راح. السالفة وراها صرت كبير والله العظيم. أبوك؟ أعطيني التليفون. أعطيني التليفون. هلا بنتي، لا يضل بالك، أنا بالرمادي. عمو الله يخليك لا تأذون أبويا، والله ما عندي غيره. أبوس إيدك عليك بدعة تروح. أبوس إيدك عمو الله يخليك لا تأذون. روح على ألف واحد بس، كل ليلة قصة.